يطلبوا انتربول. انا ليش مطلوبة انتربول؟ لانه كبيت حليب على صدري. المهم خلينا نلخص لكم للاخر. كان هون حدا بالطيارة كنت شايفته مفاجأة صارت صدفة، كان حاكي مهون بلا 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 بلا، لخلصوني وطلب وصلت لعند الاساس قاضي. القاضي ما كان يقبل انه خميس، اخذ مني غير مطرح 3 ايام، لرجعت عن غير قاضي اللي انت تبع الي وحليب، حتى ما اعطاني حكم لانه ما بيطلع له يعطيني حكم لانه انا ماني عامل شيء اللي انت توقفتي بس هيك. بيوم بياخذوني على مطرح بيقعدوني فيه 8 ايام، بس هو كل جمعة واحد بينزل ما بعرف على هيدا القضاء، ما بعرف شو لعند القاضي كرمال ما بعرف شو هي. فاخذوني وقتها كمان ماشي، بس هيك انه بدك توقف مش طبعا. لو في شيء عن جد لو انا عندي شيء هيدا حكم ما بيعطوني حكم، بس انه توقف ما كنت عم بعرف شو القصة. المهم بيجي واحدة من حدا من هونيك يعني بالدولة بيقول لي في محامي بلا بلا 10,000 دولار تطلعي. فما ما حكيت معهم هيك اللي ظبطت على نقصت وهيك، وقلت له اوكي 8 ايام انا بلا بس هيك وما عم باكل ولا عم بشرب. لا طلعت طلعت، هو في انه بس طلعت لازم انه رجع روح انه كرمال انه تابع ما بعرف شو هي. يوم في قاضي شخص كتير منيح الله يوفقه بحياته، قال لي بس سؤال، يعني انا ما عامل شيء وانا ماني عايشه بسوريا، شو هيدا يعني اذا حدا انكب حليب يعني طلب انتربول؟ ما فهمت وانا ماني عايشه بسوريا. قال لي حخبرك الصراحه، اندفع 15,000 دولار والقران طلبي انتربول. هاي القصة كلها قصة دبي. طبعا انا بهذيك الفترة يعني كان اسمي معروف اكتر من العالم، كل حدا صار بده يحكي وبده ينشهر من وراء اسمي، كتير اشخاص ما بدي سميت ولو حكوا كرمال بس ينشهروا، انه كل حدا كان يحكي بعين جخوري كان ينشهر. ف اللي صار انه من ابو ظبي انحكى مع شيخ وتهددت، كنت قبلها بنهار مهددة، انا ما صدقت الخبرية، قلت اكيد انه هاي في دبي مستحيل، وترى طردوني من دبي وانا بدبي.